واحد كان قاعد يتمشى في احد شوارع لندن وبكل بساطه لقى قطعه صغيره كذا موجوده على الارض، حس انه هي شيء، شالها لقاها يو اس بي، خذها اليو اس بي وقال خلنا نروح اعطيه السلطات. وفعليا راح طال السلطات الرسميه، لما جو تشكروا قالوا يعطيك العافيه ومشيكوا على محتويات هذا اليو اس بي، وش لقوا؟ كامل الخرائط الداخليه والمباني والكاميرات ومحطوطه، وبالضبط منافذ الخروج والخطه البديله في حال صار شيء على الملكه والمشاكل اللي يمكن تصير وكل السيناريوهات، لانه كامل المعلومات اللي موجوده على اليو اس بي كانت لمطار هيثرو في بريطانيا، فكان في اليو اس بي حتى النقط العمية حقت الكاميرات موضحة في مجلدات رسمية فوق 50 مجلد، نتكلم على 100 ملف واكثر من 100 ملف، ملفات سرية حساسة مرمية على الارض. حلقة متقني اليوم عن ثقافة لازم تختلف وتتطور. مو تقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وفعليا هذه الحادثة اللي ذكرناها صارت، وكثير حوادث أخرى قاعدة تصير حول العالم. تيجي تلاقي أحد الشركات فجأة بعض خدماتها توقفت، واحد من الموظفين استخدم USB، هجوم من فيروس الفدية على منشأة ولا شركة، وأيضا ترجع في الأحداث تلاقي يا رابط يا حاجة يا شي يا USB. وأحداث كثيرة مرت في العالم العربي وعالميا، وقليل من الدول اتخذت قرارات اتجاه ما يحدث. زي مثلا في أوروبا طلعوا GDPR General Data Protection Regulation، نظام حماية الداتا أو البيانات العام، البيانات حقت نفس المواطنين الأوروبيين سواء هم داخل أوروبا أو خارج أوروبا. هذا النظام يحمي بياناتهم بأن لا تنقل خارج السيرفرات إلا على USBات مشفرة. ومو منطقي أنه الخيار عندنا في هذه النقطة تكون سكر كل اليو اس بيات ولا واحد يستخدم يو اس بي، ابدا هذا احد الحلول. فحل انك تسكر اليو اس بيات ولكن ما تقدر على منشأة فيها 1500 2000 3000 حتى لو 100 موظف، تقول لهم كلكم ما تستخدموا منافذ اليو اس بي من اجهزتكم. في بيانات احيانا تحتاج تطلع برا المنظومة، وهنا يجي موضوع تشفير وحماية البيانات. توضيح ايضا انه مبيعات اليو اس بي عالميا من بعض الشركات قاعدة تزيد مو قاعدة تقل. ليش؟ لأنه في شركات كثيرة حتى في المنطقة العربية قاعدة إلى الحين تقاوم مسألة الكلاود والسحابة ونتخزن معلوماتها عليها. ومهما قلنا في معلومات حساسة موجودة في الهيئات والشركات والجهات الحكومية، هذه المعلومات لازم تخزن في نفس المكان، صعب أن يحطها في سحابة خارج الدولة، صعب جدا. وأيضا إذا أبغى نقولها برا المنظومة شيء، هنا لازم تسويه USBات مشفرة. لو رجعنا للقانون حلاقي له مسارات أساس أنك تطبق القانون بشكل صحيح، ولو 5 مسارات تحديدا، منها الوعي، منها استخدام الأجهزة الصحيحة، مثلا زي USBات المشفرة، USBات وتشفير USBات، هذا الشيء اللي بتكلم عليه بالتفصيل. وكيف تقدر تعرف USB الصحيح المناسب اللي يقدر يشفر لك بياناتك؟ ففي معلومات مغلوطة عن مجال اليو اس بيات، مثلا انه انت اذا شفرت معلوماتك في اليو اس بي يقدر واحد يفكها بكل بساطة. ابدا الموضوع مو كذا، لو استخدمت يو اس بي يشفر المعلومات بموديول موجود داخله، يعني في جوا في شرائح شيء هي اللي تبرمج نفس البيانات حقتك، بحيث انه لو تركبت على اي جهاز ان لم يتم وضع كلمة السر الصحيحة المشفرة تشفير عالي او المعدة بشكل عالي ما حتنفك الملفات. 10 مرات حط الرقم الغلط يمسح كل شيء على اليو اس بي، بل انه بعض اليو اس بيات جاء فيها مفاتيح فيزيائيه تضغط على هالمفاتيح علشان تفك تشفير اليو اس بي بشكل صحيح. ان حطت الكلمات بشكل خاطئ امحى كل شيء على اليو اس بي. وهنا اذكر لما اقول يو اس بي هذا ما يعني تحط معلومات الشركه عليه، لا يا جماعه، في سيرفرات محميه مشفره امورها تمام، تبغى تنقل المعلومات يجي دور هذا يشفر المعلومة تكون في مكانها الصحيح. تقدر تعطي أكسس ووصول لهذه المعلومات حتى لو بغيت لوقت محدد 10 دقائق، تحط الكود الصحيح والأمر الصحيح له 10 دقائق، ياخذ المعلومة ياخذ الأشياء حتى تقدر تسويها، يا يكتب على الملف أو ما له صلاحية حتى يكتب. هنا نيجي مشكلة الفيروسات، يجي بعض اليو اس بيات مقاومة للفيروسات لأنهم وضعوا بداخلها برنامج للحماية ضد الفيروسات، فيتم مسح الملفات بشكل كامل، فحتى لو المشكلة من الجهاز اللي تشبك على اليو اس بي أمور المعلومات اللي هنا تمام بإذن الله. وبعض اليو اس بيات حتى لو رميتها في الموية أمورها تمام، ترى هي مقاومة للموية بشكل جدا عالي. تيجي تكسر اليو اس بي وتحاول تفتحه بشكل كامل، هتلاقي إنه القطع اللي موجودة فيه والمركبات اللي موجودة فيه شيء يوضح إنه الجودة عالية.
هذا مركب في الولايات المتحدة الأمريكية assembly في الـ USA. أنت في شركة أو منظومة ما تعرف أي نوع من الـ USB-ات تستخدم، هنا يجي في مستشارين في كثير من المواقع، حطيت لكم مثال رابط تحت، تتصل عليهم تتواصل معهم، يحاولوا يفيدوك ويعرفوا احتياجاتك ويوصلوك للـ USB الصحيح بالطريقة الصحيحة اللي تنقذك وتنقذ مؤسستك وتحمي بياناتك. حركة تجيب لي USB وتحط عليه اسم الشركة زي هذول كلهم، كلهم حاطين عليهم اسماء الشركة، لما يكون الأمر صحفي وما صحفي يعطونا USB عليه اسمهم منطقي، بس تكون معلومات الشركة الداخلية نفس الموظفين معاهم USB-ات مكتوب عليها اسم الشركة. طيب لو ضاع الـ USB اللي ياخذه حيلاقي مكتوب عليه الشركة ذي، الموضوع حساس جدا، فايش يسوي؟ حيروح يساوم على هذه المعلومات، حيبيعها، حاول يتاجر فيها. ناهيك لو ما كانت مشفرة ومضبوطة الأمور حقتها صح، يعني بكل بساطة ايش بيسوي؟ بالفعل هنا المنشأة في مصيبة. توضيح إضافي، كل USB له رقم تسلسلي. إذا أنت موجود في شركة أو منشأة، شيء يغيب عن كثير من الشركات والمنشآت، نفس مدير الشبكات يقدر يمنع USB-ات انها تشتغل، ولكن في برنامج إدارية تتيح تشغيل USB-ات بالأرقام التسلسلية. يعني انت تجيب USB خارجي ذا الأخضر تحطه في الكمبيوتر ما يشتغل، تجيب USB المصرح بأنه يعمل بالرقم التسلسلي من نفس المدير حق البيانات ذا اللي حق الشبكات، حط USB على الجهاز بيشتغل بشكل تام وطبيعي. وتصحيح، مو كل USB يقدر يتشفر، ولا كل تشفير على USB يكون هاردوير بيست، يعني بقطع داخلية فعليا هي اللي تؤدي التشفير. من الأنواع اللي موجودة عندي هنا هذا اللي بأرقام تشفيرية فعلية اللي اسمه Data Traveler 2000، عندي Data Traveler اللي هو Vault Privacy وفي نظام تشفير إضافي لنفس المعلومات، وهنا عندكم أيضا اللي ضد الفيروسات ومقاوم للفيروسات بشكل صحيح. حتى Iron Key عندهم نفس الـ USB-يات FIPS 140 على 2 ليفل 3 فاليديتد، فانها مصرحه وموثقه بليفل 3 وعلى ضمان 5 سنوات، وكمان هذا شيء من جد يحز في الخاطر. تلاقي USB دافع عليه 200 300 400 500 ريال الى 1000 ريال على حسب القوه حقته، وتلاقي لما يخرب خلاص ترميه. لا يا جماعه، في ضمان يجي مع نفس USB-يات، ترجعوا لنفس الشركه الام هي تضبط لك اياه، من وين شريته يرجعوا لك امورك، يرجعوا لك واحد بديل او يرجعوا لك حقك. الامور تغيرت عن زمان، مو تجيب برنامج تثبته على الكمبيوتر هو حق الـ USB ويصير من خلاله تشفر، تغيرت الامور. اي جهاز جديد عندك وهنا عندك USB في معلومات مشفره، تحطها على الجهاز بيطلع لك يطلب الرقم السري، تحط الرقم السري فتح، واول مره تجرب الـ USB على هذا الجهاز. كينغستون احد الشركات اللي قاعده تعامل بـ USB-ياتهم اكثر من 10 سنوات، وبعضها لما يصير عليها اي شيء اكلم الشركه اموري تمام معاهم، لانه اعتبرها استثمار ايضا USB-يات الكفر. ولما نتكلم على اساسيات ذكرتها في هذا الفيديو، خارج المنظومة حقتك لا تتداول المعلومات الا على USB-يات مشفرة، حفاظا على معلومات الناس. البيانات من اساسيات الثروة في البلد، كل ما صار عندنا بيانات اكثر في قطاع خاص، هذه البيانات لازم تحمى، وهي محمية فعليا بإذن الله في نفس الجهة، ولكن تطلع برا المنظومة لازم تشفر بشكل صحيح. الوعي بيزيد بإذن واحد أحد وكل ثقة أنه بإذن الله الوعي تجاه الـ USB-يات وسياستها وثقافتها حتتطور بشكل كامل. مجموعة روابط كثيرة حطيت لكم إياها تبسط الأمور، والقوانين حقت الـ GDPR تطبيقها اللي بدأ فعليا هذه السنة، وأيضا لما نتكلم على مستشارين يقدروا يساندوك، وأنواع من اللي أنا استخدمتهم هنا كلها حطيت لكم اياها في روابط الفيديو او في التغريدات والاشياء اللي انتم قاعدين تشوفوها في التواصل الاجتماعي. نهاية الفيديو كل فيديو، الله ينفع بنا اجمعين يا رب العالمين. لايك سبسكرايب الاشياء دي كلها، خليكم مشتركين في القناة وفعلوا زر التنبيهات، معلومات قيمة شاركها مع الاشخاص اللي تعرف انهم شغالين في مؤسسات وشركات. والله قوينا وياكم على الخير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.